عبد الرحمن الحسين يسجل هدف التعادل القاتل القاتل القاتل. حالة الملاعب ليست جيدة على الإطلاق، أعاني من هذا الأمر كثيرا. شاهدت بعض المباريات تفاجأت كثيرا من حالة أرضية الملاعب. لم أوقع على العقد حتى اللحظة. تيتا، لن يكون هناك مساحة كافية حيث سنصل إلى حمص لاصطحاب عدد آخر من لاعبي المنتخب مع أمتعتهم، ولا ننسى أن أدوات التدريب تأخذ حيزا على الكراسي، فهل يقف عدد من اللاعبين على أقدامهم حتى الوصول إلى حلب؟ وما راح اعطيها لو بيطلع، ما راح اعطيها زياده عليه اللي اخذهم، ومو على مباراتين اخذ على نقطه واخذه اخذ من 80,000 يورو. فانا بقول له ما تضحك علينا، احنا رياضيين وبنعرف شو معناتها الرياضه، بنعرف شو معناتها البطل، بنعرف شو معناتها المدرب ياخذ.